ما يجمعوهم. مباشرة وعلى المباشر متابعينا الكرام لحظة قليلة وتنطلق المقابلة اللي غتجمع المنتخب السوداني ومنتخب غينيا بيسو متابعينا الكرام وتم كتابع هذا مباشر لحظات دخول اللاعبين معنا يعني لأرضية الملعب من أجل انطلاق هذا المقابلة. فطبعا يعني مقابلة ودية في إطار استعدادات المنتخبات الإفريقية لإقصائيات كأس إفريقيا كان المغرب 2025. فطبعا يعني منتخب فطبعا يعني متابعينا الكرام متابعين قناه شوف سبور حنا كنتواجدوا معكم في هذا الملعب ملعب الصاد صني ترمل هنا بمدينه تطوان. فطبعا يعني مدينه تطوان اللي هي واحد المدينه اللي اختارها يعني المنتخب السوداني ولا المنتخب غينيا بيسو من اجل اجراء هذه المباريات الوديه ديالهم في اطار يعني المعاناه اللي كيعانيوها يعني منتخب السودان ولا المعاناه اللي كيعانيوها يعني الجاره شقيقه السودان يعني بحيث الحرب التي كاينه يعني الحرب الاليه اللي كاينه يعني في مدينه السودان. فالله يبعد لنا الحرب اللهم انصرهم على عدوهم. وطبعا يعني فالمنتخب السوداني اختار المملكه المغربيه كالعديد من العديد من المنتخبات اللي اختارت المملكه المغربيه من اجل اجراء المباريات ديالها الاستعدادية ولا المباراة ديالها الإقصائية متابعينا الكرام. وهذه طبعا هي مباراة ودية حبية للفريقين معا يعني كما قلت يعني في إطار استعدادات فرق لكان 2025 الذي سينظم هنا بالمملكة المغربية. فحظ موفق للمنتخبين معا. طبعا يعني المنتخب السنغالي تمكن يوم الجمعة من الفوز منتخب السودان عفوا تمكن يوم الجمعة من الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدف لصفر. وهذه هي كتأتي ثاني مباريات ديالهم المنتخبات بجوج يعني بجوج بيوم يعني كتأتي ثاني مباريات ديالهم وعلى نفس الملعب اللي غادي يواجهوا بعضياتهم يعني في ظرف يعني أقل من أربعة أيام غادي يتواجهوا المنتخبات بجوج عاود مرة أخرى في نفس الملعب متابعينا الكرام باش تجرى هذا المقابلة وتجرى هذا اللقاء. فكما قلت يعني متابعينا الكرام فطبعا يعني نتمنى حظ اوفر للمنتخبين بجوج. فالمباراه الفائته صراحه اللي تابعتوا البث ديالها على قناه شوف تي في قناه الشعب فهذه المباراه اللي عرفت يعني متابعينا الكرام يعني واحد النديه واحد القوه واحد الحماس ما بين المنتخبين بجوج. اذا لحظات دخول الفريقين في هذه اللحظات الاخ بشير شنو رايك في هذه المقابله وهذه المقابله الوديه اللي كتجرى المقابله الثانيه اللي كتجرى على ارضيه ملعب سنيتر من هنا بمدينه تطوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمنتخب السوداني الشقيق هذه ثاني مقابله اللي كيجري هنا بمدينه تطوان فوق ارضيه ملعب القرن ملعب لايبيكا. طبيعه الحال فالجامعه الملكيه كانت موفقه في اختيار ملعب سنيتر من باش يحتضن
هاد جوج ديال المباريات الوديه. المباراه الاولى اللي كانت في حدود الساعه 10 ليلا يعني نفس التوقيت ديال المباراه ديال اليوم، وانتهت بفوز صقور الجديان بهدف لصفر في اخر دقائق المقابله. اذا متابعينا الكرام غادي نحاولوا اننا نقربكم اكثر يعني من المقابله الاولى، شنو استفد المنتخب السوداني الشقيق من هذه المقابله اللي نجح فيها في تحقيق الانتصار على حساب منتخب غينيا بيساو بنتيجه هدف دون مقابل، وهذا اللقاء الودي الذي لعب هنا فوق ارضيه ملعب ثانيه ترمن، والذي ياتي ضمن استعدادات صقور الجديان للتصفية المؤهلة إلى بطولتي كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها هنا بالمغرب، وكذلك كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. للإشارة متابعينا الكرام، فقد حققت تشكيلة المنتخب السوداني بقيادة المدرب الغاني كواسي أبيا العديد من المكاسب والنقاط من المقابلة الودية الأولى. فخلال هذه المقابلة وفي ظل المعسكر اللي جرى هنايا المنتخب السوداني الشقيق هنا بمدينة تطوان بالمغرب، فهو قام بتصحيح واحد المجموعة من الأخطاء، بحيث أنه الخمس ديال المباريات بدون خسارة وصلها المنتخب السوداني، ونتائجه يعني بدت إيجابية منذ تولي المدرب كواسي أبيا مسؤولية قيادة صقور الجديان بداية من شهر سبتمبر الماضي خلفا للمدرب السابق المغربي بدو الزكي، بحيث أنه لعب رفقاء نوح الجزوري خمسة ديال المباريات منذ تلك الفترة، تعادل في المباراة الأولى وديا أمام تنزانيا بهدف لمثله، ثم فاز على منتخب تشاد بهدف نظيف، وعدلت تشكيلة منتخب السودان أمام منتخب الطوغو بهدف لمثله في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 قبل أن تفوز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف يتيم، ونجحت من خلاله في تصدر المجموعة الثانية بالتساوي مع المنتخب السنغال. للإشارة متابعينا الكرام إلى أن الخسارة الأخيرة لمنتخب السودان كانت أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة إلى النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الماضي. بالنسبة للدفاع ديال السودان لحدود الآن فالدفاع قوي والهجوم مقبول، وإن كانت متابعينا الكرام متابعي قناة شفتي بقناة الشعب يعني تنتظر المدرب الغاني متابعينا الكرام يعني الخدمة اللي هي كبيرة وكبيرة خصوصا على مستوى الهجوم. فقد أكدت يعني الكتيبة ديال المنتخب السوداني القوة الدفاعية ديالها في المباريات الأخيرة، بحيث أنها تلقت شباك الحارس محمد مصطفى هدفين طول المباريات الخمسة السابقة. في المقابل نجح هجوم صقور الجديان في تسجيل خمسة ديال الأهداف خلال نفس الفترة وبمعدل هدف واحد في كل لقاء، وهذه الأرقام تبقى مقبولة نوعا ما متابعينا الكرام ومتابعي قناة شفتها بقناة الشعب. إذا متابعينا الكرام لحظات قليلة ننتظر دخول لاعبي منتخبي السودان ومنتخب غينيا بيساو لأرضية ملعب ثانية ترمن لخوض هذا اللقاء المهم والودي، وهي الثاني مقابلة ودية يخوضها المنتخب السوداني ضد غينيا بيساو. للتذكير متابعينا الكرام، فالمقابلة الأولى انتهت بتفوق صقور الجديان السودان بهدف لصفر، تمكنوا اللاعبين السودانيين من تحقيق الهدف ديال الفوز في آخر دقائق المقابلة. إذا المتابعين الكرام بقوا معنا يعني لحدود الآن، لازلنا ننتظر حوالي الساعة الآن 10:08 ديال الدقائق ننتظر دخول اللاعبين وكذلك الحكام لأرضية ملعب ثانية ترمن. بقوا معنا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، والخط للزميل محمد عميار مراسل قناة شوف تيفي. مرحبا بالإخوة الكرام، مرحبا بالمتابعين الكرام اللي غادي يتابعونا في هذا البث المباشر ويتابعوا معنا أطوار هذا اللقاء اللي غادي يجمع كما قلنا يعني بمنتخبين، منتخب السودان الشقيق ومنتخب غينيا بيساو.
إذن متابعينا الكرام غادي يكون هناك يعني الصوت كنعتذروا على قطاع الصوت يعني بسبب الموسيقى اللي كتأثر على القناة وغادي نكملوا معكم هذا النقل المباشر.
اذا متابعينا الكرام يعني كنتاسفوا لان صراحه ما عرفنا شنو واش كاين شي هناك شي مشكله ولا لا. المقابله تتاخر 15 دقيقه يعني حدود الساعه، مقابله متاخره ب 15 دقيقه كما كتبع معنا متابعينا الكرام. فكل يعني كان على هيبه استعداد باش تنطلق مقابله في الساعه 10، لكن دابا حاليا يعني حوالي الروطار 15 دقيقه ما عرفناش يعني السبب، واش بسبب الحكم او لا كاين هناك شي سبب اخر متابعينا الكرام. فنطلبوا الله ما يكون والو، نطلبوا الله ان المقابله تجرى في هذا الاثناء متابعينا الكرام. اذا كنعتذروا اننا ما نقدرش نكملوا هذا البث مباشر بموسيقى، هذاك الشيء كنضطروا اننا نوقفوا الصوت متابعينا الكرام. إذن دائما متابعينا الكرام كننتظروا نعرفوا شنو هو المشكل، علاش السبب يعني تاخرت المقابله متابعينا الكرام. اني ما كتشوفوا يعني حضر الجمهور حضر كل شيء، ولكن المقابله فهي متاخره. إذن دائما في انتظار دخول اللاعبين الى ارضيه الملعب متابعينا الكرام. ما عرفناش يعني تاخر حاليا يعني ماشي 17 دقيقه ديال التاخر متابعينا الكرام على موعد انطلاق المقابله. فالمقابله يعني كما قلت فكان يعني محدد لها ان تجرى على الساعه 10 مساء هنا بمدينه طون، ولكن تاخرت هذه المقابله وتاخرت انطلاقه هذه المقابله لاسباب مجهوله لحدود الساعه متابعينا الكرام. حتى الاخوه الاعلاميين يعني اللي هما يعني مخصص انهم يكونوا في ارضيه الملعب، فما كينتظروا كيتسائلوا متابعينا الكرام كما كتشوفوا السؤال يعني غير معروف، يعني سبب تاخر ديال انطلاق المقابله، واش كاين هناك شي مشكل متابعينا الكرام او لا. لا فاحنا كنتابعوا متابعينا الكرام يعني مقابلات ما كتشوفوا معنا الساعه الالكترونيه في المقابله يعني تاخرت اكثر من 20 دقيقه حاليا، يعني 20 دقيقه ديال التاخر ديال هذه المقابله وانطلاق هذه المقابله. اذا حنا في انتظار شنو غادي يكون متابعينا الكرام، في انتظار شنو غتعطينا فوقاش غادي تنطلق هذه المقابله وفوقاش غتكون يعني هذا الانطلاق. ففي انتظار اننا حصل شنو يا ناس المغرب لحدود الساعه ما عرفتش شنو واقع. الاخوان الاعلاميين فكلهم يعني ينتظرون يعني بدايه هذا اللقاء وينتظرون دخول اللاعبين لارضيه الملعب. فالتاخر ديال كما قلت يعني حاليا يعني تاخر ديال 20 دقيقه على انطلاق المباراه في الموعد المحدد ولاسباب مجهوله متابعينا الكرام، يعني لحدود الساعه الاسباب مجهوله لسبب عدم دخول اللاعبين لارضيه الملعب وعدم انطلاق المقابل. اذا نتمنوا ما يكونش هناك شي مشكل، نتمنوا ان المقابله تجرى او ما يكونش هناك يعني شيء الغاء المقابله. ما عرفناش يعني الاسباب اللي خلات هذا اللقاء انه يتاخر على الموعد ديالو. وفي هذه اللحظات كنشوفوا لاعبين احتياطيين او لا الاساسيين ديال منتخب السودان غادي يدخلوا الملعب في انتظار الحكم. اذا في انتظار الحكم متابعينا الكرام هما بسبب كاين شي مشكل يعني وقيلا بسبب اطقم المنتخب الغيني. فهم اللاعبين يعني دخلوا لارضيه الملعب، كذلك يعني دخول حتى منتخب غينيا لارضيه الملعب في انتظار الحكم، يعني بدون دخول رسمي. اللاعبين يعني كما قلت يعني اكثر من 15 دقيقة يعني 20 دقيقة متابعينا الكرام، 20 دقيقة
ديال التاخر، وكنشوفوا غير دخول اللاعبين من اجل يعني كذلك يعني القيام بالتسخينات اللازمه قبل بدايه هذا المقابله وبدايه هذا اللقاء اللي كما قلت يعني الاسباب ديال التاخر ديالو فهي اسباب مجهوله لحدود الساعه. الحكم يعني المشكل كاين في الحكم، لان يعني كنشوفوا يعني الطاقم ديال منتخب غينيا ومنتخب يعني مشكل يوجد في الحكم، حكام مقابله ما عرفناش شنو نساو وعلاش هذا التاخر متابعنا الكرام. إذن المشكل في حكام هذا اللقاء. انتما كتشوفوا اللاعبين ديال المنتخبين بجوج كانوا لابسين مستعدين انهم تنطلق المقابله ديالهم، ولكن الحكم تاخر بواحد الشكل كبير وما علنش على انطلاق هذه المقابله، واللاعبين كما كتشوفوا رجعوا لارضيه الملعب. رجعوا لارضيه الملعب باش يقوموا كذلك يعني بالحمايه، لان بردوا بزاف صراحه اكثر من 20 دقيقه. اضطروا اننا نوقفوا الصوت متابعينا الكرام بسبب الاغاني اللي كيطلقوها هنا في الملعب. إذن في هذا الأثناء سينطلق اللقاء متابعينا الكرام، كما قلت كان مشكل في التحكيم أو الطاقم التحكيمي. إذن دخول لاعبي منتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو للملعب متابعينا الكرام بعد تأخر دام تقريبا 25 دقيقة على انطلاق هذا المقابل. إذن الزميل بشير شنو رأيك في التأخر والأسباب اللي كشفنا بين الحكام هما اللي كانوا متأخرين في هذا المقابل؟ صراحة هذا التأخير أثر حتى اللاعبين، يعني غريب أننا نشوفوا اللاعبين للمرة الثانية على التوالي أنهم يرجعوا الملعب ويقوموا بالحركات التسخينية. نتمنوا إن شاء الله أن هذا التأخير ما يأثرش على مردود اللاعبين، نتمنوا إن شاء الله أننا نشوفوا كرة جميلة، خصوصا المنتخب السوداني لحدود الآن يعني دفاع قوي هجوم لا بأس به. شفنا السيطرة ديال المنتخب ديال غينيا بيساو أكيد بأنه في المباراة فهو غادي يحاول يدارك يعني الاخطاء اللي دار، خصوصا وانه قدم مباراه اللي هي كبيره وما كانش كيستحق الهزيمه. ربما اعتقد انا في النظر ديالي انه كان يستحق الفوز،
ربما هذه المقابلة ستكون حاسمة لكلا الفريقين، خصوصا وأن المنتخب السوداني فهو وكذلك منتخب غينيا بيساو مقبل على منافسات هي قارية، لا بالنسبة للتأهل لكأس إفريقيا هنا بالمغرب، وكذلك بالنسبة للإقصائيات المؤهلة لكأس العالم اللي غادي تكون بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، لازلنا في هذا البث المباشر يعني لحظات قليلة، وسنستمع لنشيدي المنتخب الشقيق السوداني صقور الجديان ومنتخب غينيا بيساو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبروك. باسم وباسم شركة سبور دي جنوب أفريقيا تيميز نشكركم على حضوركم لمواكبة فعاليات دورة نظام كابيتال فوتبول أفريقيا في نسختها الرابعة. نحب نشكر برشا المغاربة الكل وعلى رأسهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حسن الاستقبال، وإن شاء الله نشوف مباراة طيبة من الفريقين، وإن شاء الله الأجدر يفوز. بونسوار تو موند، رمضان مبروك. أفريكا تنس سبورتي سون رامي دو فوز أكيريك بارمي نو لور دو سيت إيفينمون ماروك كابيتال دو فوتبول أفريكان لور دو سا كاتريام إيديسيون. جو سويت رومارسي تو لو بوبل ماروكان إي ألوغ تيت لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوتبول. Maintenant, on passe à l'hymne national de la Guinée-Bissau. Un échec de Rosmine de Guinée-Bissau. الآن نمر إلى النشيد الوطني السوداني، ليغ ناسيونال دو سودان. إذن متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، عدنا إليكم من جديد بعد الاستماع للنشيدين الوطنيين للمنتخب السوداني الشقيق وغينيا بيساو. ننتظر صافرة الحكم للإعلان عن بداية هذه المقابلة المهمة. للإشارة المتابعين الكرام، فهذا الماتش تأخر تقريبا 35 دقيقة، يعني المقابلة كانت غادي يعني تبدا في حدود الساعة 10 مساء هنا فوق أرضية ملعب سان ياترما الملعب القر. ما عرفناش الآن لحدود الآن أسباب التأخر، واش بسبب متابعينا الكرام يعني حكام المقابلة ربما اللي كانوا كينتظروا بعض الأجهزة الخاصة على ما أعتقد يعني بالتواصل ديالهم أنها تشتغل لحدود الآن، حنا ما عارفينش. هذه كتبقى احتمالات نطرحها، ونتمنوا إن شاء الله أن هذا التأخر ما يكونش سبب
في التأثير على أداء اللاعبين. للإشارة متابعينا الكرام، الماتش الأول انتهى بتفوق صقور الجديان بهدف لصفر، وهذه ثاني مقابلة ودية يجريها المنتخب السوداني ضد غينيا بيساو. الإشارة متابعينا الكرام، فكين حضور جماهيري متابعينا الكرام متابعي قناة الشعب هنا في مدرجات ملعب سامية أرمل. كيف كتشاهدوا معنا؟ فحضور قوي للجماهير ديال غينيا بيساو اللي جات خصيصا لمتابعة هذا الماتش. وقبل يعني بداية هذا المقابلة صور تذكارية متابعينا الكرام بالنسبة للمنتخب غينيا بيساو وكذلك لمنتخب السودان الشقيق. يعني أجواء إفريقية نعيشها أنا متابعينا الكرام، يعني أحد المشجعات فهي تحمل صحن وملعقة. يعني الإشارة متابعينا الكرام، فاحنا كنعرفوا بأن مثل هذه الطرق فهي كتكون في السجن يعني احتجاجا على النوع ديال الأكل على ما أعتقد، ولكن اليوم يعني من غرائب الصدف أننا كنشوفوا مثل هذه الوسائل ديال التشجيع الخاصة هنا في مدرجات ملعب سانية ترمل. وكيف ما هي العادة إنها إفريقية يا سادة كيف كتشاهدوا، يعني جات بالصحن ديالها وكذلك بالملعقة باش أنها تقوم متابعي قناة شوفتي بقناة الشعب بتشجيع الفريق ديالها. هذو الجماهير ديال غينيا بيساو، بينما الجماهير الاخرى متابعي قناه شفتها بقناه الشعب يعني الجهه الاخرى يعني جماهير السودان الشقيقه فهي حاضره في الجهه اليمنى من مدرجات ملعب سانية ترمل. لأن متابعينا الكرام متابعين قناة شوف تيفي ستنطلق أجواء هذه المقابلة، مقابلة الحارقة بين المنتخب السوداني ومنتخب غينيا بيساو. فصافرات البداية كانت مع منتخب غينيا بيساو، كانت شي كرة كترجع للدفاع ديال المنتخب السوداني، كيقطعوها اللاعبين طويلة مرة أخرى، كيحاول اللاعب يدخل المعترك ديال الميدان، كيدخل كيسدد هدف وكتضيع كترجع متابعينا كرة محاولة خطيرة وكتضيع الكرة. اولى المحاولات سيدا دائما لمنتخب غينيا بيساو، كتحاول هجوم مضاد دائما يعني منتخب غينيا السوداني كيلعب في خلف الدفاع، كتمشي كرة عند لاعبي المنتخب السوداني كيتمكن منها هذا اللاعب خطير هو اللاعب رقم 9 كيمرر، ولكن الحكم شنو كيعمل؟ لا الحكم ما عندهاش على تسلل، كتمشي كرة كتستمر كيستمر اللاعب تخرج كرة بسلاسة، كتمشي كرة عند هجوم لفالح منتخب غينيا بيساو، كتمشي كرة طويلة عند اللاعبين ديال غينيا بيساو. شنو غتعطي هاد الكرة متابعينا الكرام؟ كيرجع عند المدافع اللاعب اللي قرب عليه، كيرجعها للمدافع الأيمن، كيمررها للمهاجم الأيمن متابعينا الكرام، كيدخل المعترك كيراوغ كتقطع منو الكرة، الحكم لا يعلن عن ضربة خطأ. تبدأ الأجواء الحماسية وكيبدا متابعينا الكرام يعني في هاد اللحظات اللاعبين كيبداو أنهم يحمسوا الجماهير ديالهم الوفيه خلال هذا البث المباشر. متابعينا الكرام كنتم معنا اطوار هذا اللقاء، كترجع الكره عند منتخب السودان، دائما يعني المنتخب السودان كيحاول انه يلعب لهذا اللاعب اللي هو اللاعب رقم 9 اللي كيجيد اختراق من خلف المدافعين، كتقطع منهم كره يعني كره في الوسط كتقطع كره، حكم يعني خطا لفائده غينيا بيساو. مرور دقيقه على بدايه المقابله وكانت محاوله خطيره لمنتخب غينيا بيساو. جماهير غينيا حاضره في الملعب ملعب سانية ترمل هنا في لايبيكا متابعينا الكرام، تشجيع منتخب هذه الجاليه الغينيه متواجده هنا بمدينه تطوان اللي كترز يعني في كليه ديال الحقوق هنا في مدينه تطوان. طبعا متابعينا الكرام يعني حنا كنقول لكم هذه اجواء اللقاء، كتمشي الكره يعني دائما عند المنتخب السوداني الشقيق، كترجع الكره عند الخصم يعني لاعبين ديال المنتخب السودان كيلعبوا على خلف الدفاع، كتقطع منهم الكره ترجع لمدافعي غينيا بيساو، كتمشي كره طويله كتقطع منهم، كتمشي كره خلف الدفاع مقطوعه الكره، كره دائما يعني مع لاعبين ديال غينيا بيساو، كيمررها اللاعب رقم 10 شنو غادي يعمل؟ ماشي غير اختراق كيراوغ، ولكن كتلعب منه الكره ترجع المنتخب السوداني
تمشي كرة للتماس لصالح منتخب السودان. كرة دائما عند منتخب غينيا بيساو. هجوم مضاد، هجوم مضاد، شنو نعطيها الكرة؟ كيمرر كيمرر كيراوغ يمرر تمريرة طويلة، تدخل دفاع منتخب السودان. نعتذر الكاميرا كترجع للجهة اليمين كترجع للجهة اليسرى. تمشي كرة دائما عند منتخب غينيا بيساو، مقطوعة منه، كتحاول المنتخب السوداني. المنتخب السوداني الكرة طويلة، هذا اللاعب كيجد اختراق. متابعينا الكرام، يعني يوجد اختراق، شنو غادي يعمل؟ كيتمكن من الكره، كيدخل المعترك ولكن مقطوع عليه، كيتمكن منها مدافع وكيحصل على ضربه خطأ. كتمشي كره دائما لمدافعي، تمشي كره طويله، يتمكن منها اللاعب. كترجع كرة، هجوم مضاد لصالح صقور الجديان. منتخب السودان كتقطع منهم الكرة، كتقطع كرة بسرعة لمنتخب صقور الجديان، كتحول لفائدة غينيا بيساو. كرة للتماس، كمشي كرة لمنتخب السوداني، كرة خطيرة داخل المعترك، يسدد. وي وي وي، كرة في العريضة، أولى المحاولات كرة في العريضة لفائدة المنتخب السوداني. كانت قريبة من تسجيل الهدف الأول منتخب السودان، يعني سدد كرة مقوسة بشكل رائع وترتطم بالقائم. متابعينا الكرام، ترتطم بالقائم على الأيسر على جانب حارس منتخب غينيا بيساو. كتستمر اللاعب، كرة عند مدافعين غينيا بيساو، شنو كيعمل؟ مترابطات يعني بين اللاعبين. شي كرة في ظهر الدفاع، ما تمكنش منها مدافع غينيا بيساو. شي كرة عند المنتخب السوداني، المنتخب السوداني كرة في الوسط، كتمشي كرة للمهاجم الأيمن، كيحاول أنه يراوغ ويخترق. راوغ ولكن كتقطع منه الكرة، مازال كيحاول انه يلحق الكرة ديالو، ما استطاعش انه يلحق الكرة ديالو. كيخرجوها مدافعين ديال غينيا بيساو، كرة جميلة كيخرجوها، اللاعب كيخترق، الحكم مش عينينا خطأ ولا لا، الحكم معناش على خطأ، وفي الأثناء يعني الحكم على خطأ لصالح غينيا بيساو. باشي باشي باشي، تمشي كرة عند مدافعين ديال المنتخب السوداني الشقيق، كيمر الكرة الوسط، كيتمكن منها اللاعب ديال الوسط، كتقطع منه، غتحاول هجوم مضاد. ترجع كرة للوسط لفائدة غينيا بيساو، كيحاولوا أنهم ما يضغطوش بشكل كبير مدافعين غينيا بيساو. كيراوغ ولكن كرة للتماس لصالح منتخب السوداني. كيتلعب تماس بسرعة، رجع كرة للتماس مرة أخرى. غوزيلتا دو سيتمات، متابعينا الكرام، غوزيلتا 0-0. كتقطع منه الكرة، كتمشي كرة دائما لصالح منتخب غينيا بيساو. كيمرر الكرة في ظهر الدفاع، هجوم مضاد، هجوم مضاد، كيدخل المعترك، كيستاد الحارس، كيدخل حارس
السوداني يتصدى للكرة. متابعينا الكرام كتمشي كرة عند منتخب السودان. كيراوا حكم يعلن على ان الكرة شاشت خط التمس. ويلكم لو بوبليك كو سبورت لو ايكيب ناسيونال دي غينيا بيساو. كرة التمس كترجع المنتخب غينيا بيساو. كرة طويلة كتمكن منها اللاعب رقم 9 كيمررها للاعب رقم 18 من منتخب غينيا بيساو كيمرر، ولكن كرة كتضيع منه. كيتمكن منها دفاع منتخب غينيا السوداني عفوا. كتمشي كرة عند لاعبي المنتخب السوداني. كترجع عندهم الكرة. كرة عند الحارس. شي كرة طويلة الحارس يحاول أن يلعب الضغط الدفاع، ولكن كيدخلوا لاعبين ديال غينيا بيساو. المدرب ديال غينيا بيساو جرى تغييرات عديدة في هذه المقابلة، ماشي نفس التشكيلة اللي بدا بها يوم الجمعة الماضي. كتضيع من لاعب كرة. كرة عند مدافع منتخب السوداني. شنو غيعمل الكرة؟ مدافع مازال حسبت الكرة، كيردها للحارس. حارس شنو غيعمل بها؟ كيلعبها للمدافع. مدافع يحاول انه يربح شوية ديال الامتار القليلة، لكن كيمررها للاعب الوسط. لاعب الوسط كيدخل بالكرة، كيرجعها للمدافع. كيرجعها للمدافع. مدافع كتمشي عند اللاعبين ديال الوسط. كتمشي عند لاعب خطير في المنتخب السوداني اللي هو اللاعب رقم 9. كتمشي الكرة كتوصل عندهم. متابعينا الكرام كتوصل الكرة. شنو غيعمل بها؟ كيمررها طويلة، كيتمكن منها المهاجم الأيمن. كيمررها سديت. شنو غيعمل؟ كيمرر كتقطع منه الكرة، كتحول للاعبي منتخب غينيا بيساو. كيدخل المعترك. كيمررها للاعب المهاجم أيسر. كيمرر الكرة طويلة، كي كتقطع من المهاجم ديال غينيا بيساو. كترجع المنتخب السوداني. منتخب السوداني في هذا الشوط الاول منظم بشكل جيد. متابعينا الكرام رجع كرة دفاع منتخب السودان. دائما اللاعب رقم 4 يحتفظ بالكرة، كيرجعها للحارس. كرة مع الحارس، كيمررها طويلة في ظهر المدافعين. هادو هما الكرة الطويلة اللي كيعتمد عليها المنتخب السوداني، ومع هاد الكرة الطويلة منها جاء هدف الفوز المباراة اللي كانت يوم الجمعة. شي كرة للتماس لصالح حاولوا اننا نمسحوا الكاميرا اذا كانت الصورة غير واضحة. Thank you.
الصوره يعني كتقل الجوده ديالها يعني بسبب الضباب الكثيف او كما كنسموها هنا مدينه تطوان، يعني واحد الجو اللي هو واحد الجو شرقي هو اللي ما كيخليش ان الصوره تكون واضحه. نتمنى ان الصوره تكون وضحت في هذا الاثناء. متابعينا الكرام، كتمشي الكره دائما عند لاعبي غينيا بيساو هما اللي بالقمصان القميص الابيض، بينما منتخب السودان هو بالقميص الاحمر. كتمشي الكره عند اللاعب ديال الدفاع ديال غينيا بيساو، كيمر الكره للمهاجم الايمن، كيمر الكره في معترك، شنو غيعمل بهذه الكره؟ كيمر رفعت تمكن منها الدفاع. ايفون 14 شي كره ركنيه كرة ركنية لصالح منتخب غينيا بيساو. كاين تسند شي كرة من مساحة شي لاعب، كانت كرة خطيرة. شي كرة متابعينا الكرام دائما لصالح منتخب غينيا بيساو. تلعب تامس وركنية ثانية لصالح منتخب غينيا بيساو في هذا الأثناء. دائما خلق الفرجة جماهير غينيا بيساو هنا في ملعب صنيعة تمر. كيمشي بكرة كيمر راه كيحصل على خطأ، الحكم يعلن على خطأ في هذا الأثناء. خطأ لصالح منتخب غينيا بيساو، إصابة اللاعب ودخول الطاقم الطبي لإسعافه في هذه اللحظات. هذه الجماهير ديال غينيا بيساو خلق الفرجة هنا ملعب صنيعة ترمل كما كتابع معنا. جماهير قليلة ولكن الصوت ديالهم مسموع. خلق الفرجة هنا لملعب صنيعة تسمى. نكملوا معكم مباراة والنقل ديال التفاعلي لهذه المقابلة، بينما الطاقم الطبي لا زال يعطي إسعافات أولية للاعب غينيا بيساو المصاب في هذا الأثناء. مرحبا مرحبا بجميع المتابعين اللي كيتابعونا يعني في هذه التغطية المباشرة. خطا قريب على مربع العمليات، شنو غيعطي هذا الخطا؟ واش غيشكلوه لاعبين غينيا بيساو من تسجيل هدف خلال هذه ضربه خطا؟ تابعوا اللقاء، تابعوا المحاوله شنو غتعطي. شي كره صعيبه، كره you
ضربات خطا صعيبه على مرمى المنتخب السوداني. الحكم كيعلن على هذه ضربه الخطا او تدخل الدفاع منتخب السودان. ترجع الكره للحارس كيلعب كره طويله. اذا مرور 18 دقيقه دائما التعادل صفر لمثل. ترجع كرة للدفاع لا كرة الحارس. الحارس كلعبة طويلة. حكم يعلن عن خطأ. المنتخب السوداني كيمرر الكره في ظهر المدافعين دائما. يعني هذه هي الكره ديال المنتخب السوداني كيتمكن انه يمرر. الحارس كيسقط وكتدعى المحاوله. كترجع كره للتماس لصالح منتخب غينيا بيسو. دع منهم الكره دع المنتخب غينيا بيسو. تمشي المنتخب السوداني كيرجعوا الكره لورا. المنتخب السوداني كتقطع منهم الكره كتمشي عند الحكم يعني عن خطا لصالح غينيا بيسو. بالنسبه لتوقيت المباراه يعني مرور 21 دقيقه دائما تعادل صفر لمثل. متابعينا الكرام يعني في هذا الشوط الاول الشوط ما فيهش فرص كثيره. مراوغه جميله كتمشي الكره كتحاول الهجوم ديال غينيا بيساو. كيمرر الكره في العمق كيسداد كتصدي الحارس. مازالت خطوره كيمرر كتدع منه كتمشي الكره للزاويه الزاويه الثالثه لصالح منتخب غينيا بيساو. دائما هو الاقرب للتسجيل. كانت محاوله سانحه للتسجيل. كتمرر الزاويه كتقطع من الدفاع كيحاولوا انهم يخرجوا الكرة. كترجع كرة عند مدافعي غينيا بيساو. شنو غيعمل بهاد الكرة؟ كيمررها للوسط كيتمكنوا من اخراج الكرة. تمشي كرة طويلة. دائما كرة مع لاعبين ديال غينيا بيساو مترابطة صغيرة بين اللاعبين. كيتقدم اللاعب شنو غيعمل؟ كيحاول انه يراوغ كتدعم له الكرة لا كيتمكن منها. كترجع الكرة دائما لصالح غينيا بيساو لصابرين كما كنقولوا المقابلة في هذا الأثناء. كتدعم له الكرة كترجع المنتخب السوداني.
دائما يعني كينقلوا الكره بشكل جيد يعني في ظهر الدفاع كيمررها تدخل الدفاع منتخب غينيا بيساو. خروج ثالث بالكره في كره منهم كرة إذن كيلتحق بي دائما يعني الزميل البشير اللي غنسالوه على مجريات الشوط الاول وسالوه حتى على الطقوس الافريقيه اللي كيعيشها ملعب سنيتر من فتلات. وصراحه انا لحدود الان متابعينا الكرام متابعي قناه شوفت في قناه الشعب يعني ما استطعت انني نتابع الماتش نظرا لانني انا كنت كنقل يعني الاجواء الافريقيه صراحه الاجواء اللي هي جميله جدا هنا بمدرجات ملعب سنيتر. ملعب سنيتر يعيش الاجواء الافريقيه قبل بدايه كان 25 هنا بالمملكة المغربية لحدود الآن يعني شفت المحاولات اللي هي سانحة لتسجيل يعني واللي متابع قناة شوفت في قناة الشعب يعني الفريق اللي كيحاول أنه يسجل الهدف الأول هو فريق غينيا بيساو. كيف كتشاهدوا يعني محاولات أحد لاعبي منتخب السودان أنه يحاول أنه يخترق الجهة اليمنى لكن دفاع غينيا بيساو يتدخل قطفة لم تشكل أي خطر على حارس مرمى غينيا بيساو. إذا لحدود الآن صفر لمثله دقيقة 25 من عمر هذه المقابلة لازلنا نعيش التعادل السلبي متابعينا الكرام هنا بملعب سنيتر مل بمدينة تطوان. كرة عند لاعب فريق غينيا بيساو لاعبين سرع بزاف متابعينا الكرام كتقطع الكرة كترجع اللاعب غينيا بيساو وتدخل حارس المرمى. الكرة في وسط الميدان عند لاعبي المنتخب السوداني الذي يلعب باللون الأحمر بينما لاعبي المنتخب غينيا بيساو يلعبون باللون الأبيض يعني مناورات هنا وهناك ربما سيقذف مقابلة يعني لا 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 لا. قدفة تعلو عارضة حارس منتخب غينيا بيساو. إذا كيف قلنا أجواء اللي هي إفريقية عشناها متابعينا الكرام هنا بملعب سنيت أرمل هذا الملعب الجميل هذا الملعب البهي الذي اكتسى حلة جديدة بعد ما تم إضافة اللوحة الإلكترونية وكذلك اللوحات ديال الإشارة الإلكترونية فالملعب أصبح يكتسي متابعينا الكرام حلة جميلة. إذا نرجعوا للمقابلة الكرة عند لاعبي منتخب غينيا بيساو الحكم يأمر بمواصلة اللاعب كرة خطيرة والهدف جول 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 منتخب غينيا بيساو 1-0. إذا أجواء إفريقية أجواء استثنائية نعيشها هنا بمدرجات ملعب سنيتر مل. شوفوا يعني الفرحة ديال جماهير غينيا بيساو بهذا الهدف الأول يعني شنا ضغط كبير مرصوه لاعبي المنتخب غينيا بيساو على المرمى منتخب السودان ويتأتى الهدف الأول من بعد تمريرة في العمق من الجهة اليسرى وهدف جميل متابعينا الكرام متابعي قناة شوفت بقناة الشعب صراحة كرة في العمق وتمريرة ولا أروع من لاعب منتخب غينيا بيساو اللي كمرر المهاجم واللاعب رقم 9 اللي كيسكن الكرة في الشباك والهدف الأول لفائدة منتخب غينيا بيساو كما كتشوفوا على الشاشة في هذا الأثناء متابعينا الكرام جول 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 دي غينيا بيساو هدف الأول لفائدة غينيا بيساو كما قلت يعني منتخب غينيا بيساو كان هو الأقرب للتسجيل وخلق العديد ديال الفرص
تمكن يعني من تسجيلهم واسكانهم في المرمى. فمنتخب غينيا بيساو يسعد جماهيره الحاضره هنا بملعب سان يترمل ويتمكن من تسجيل الهدف الاول 1-0 وتتغير معطيات هذا الشوط الاول متابعينا الكرام. اذا منتخب غينيا بيساو يعني تعلم من الاخطاء ديالو وتمكن انه يسجل الهدف الاول في هذا الشوط الاول متابعينا الكرام. اذا نتمنى شوفوا ردات فعل قويه من المنتخب السوداني. كنعرفوا بان صقور الجديان ما كينزلوش يديهم. صقور الجديان يعني كيستمروا في البحث على تعادل لما لا قلب النتيجه. فتاخر لا يعني انها نهايه المباراه. فالمباراه مازال فيها شوط ثاني وكذلك يعني دقائق من الشوط الاول. هدف اول هنا وتتغير معطيات النتيجه في هذا الشوط متابعينا الكرام. كتمشي كره دائما تمشي كره عند لاعبي ديال غينيا بيساو دائما. فرحه جماهير غينيا بيساو بتسجيل هذا الهدف. كيسقط المدافع وكتدعم من هذه الكره. كرة تماس لصالح منتخب السودان. مشي كرة منتخب السوداني دائما كيلعب كرة طويلة في ظهر الدفاع كيتمكن منها. خطيرة اللاعب هذا دخول المعترة كيمرر وتمريرة ما وصلتش المهاجم ديال المنتخب السوداني. كيسترجع الدفاع ديال غينيا بيساو و كتمشي الكره لمهاجم ديال غينيا بيساو. الحكم يعلن على استمرار اللاعب. ما كاينش هناك خطا. اش غيعمل به هذا اللاعب؟ كيحاول انه يمرر كيمررها. مترابطه صغيره بين اللاعبين ديال منتخب السودان. كيحاول الكره من اليسار الى اليمين. كيضرب كره بالراس كتضيع الكره هذه. كيسترجعها دفاع غينيا بيساو كيخرجوا الكره للمهاجم. كيتدخل المدافع ديال المنتخب السودان كيرجع الكره. كرة في السماء كرة في السماء كينزلوا الكرة الأرض. كترجع كرة دائما يعني لمنتخب السوداني للاعبي خط الوسط. كترجع كرة للدفاع كيحاولوا أنهم يلعبوا بخط تصاعدي. كيمر الكرة كانت كرة يعني في العمق ولكن تمكن منها مدافع ديال المنتخب السوداني. بينيا امبالو فو ماركي لو برومي بوت دو سيت ماتش. حكم كيوقف اللعب. نتمناو نشوفوا ردات فعل من المنتخب السوداني. كانت شي كره طويله كترجعها للحارس فقط. كما قلت نتمنوا نشوفوا ردات فعل من المنتخب السوداني ويتمكنوا من تسجيل التعادل. كتمشي كره الدفاع شنو هاد كيعمل هاد الكره كتدعم منه ولكن كتمكن منها لاعب منتخب السودان. كيمررها ولكن كتقطع الكره كتحول لمنتخب غينيا بيساو. كيمرر الكره في الوسط مترابطات صغيره رائعه بين منتخب غينيا بيساو. كيمشي الكره كيمشي الكره شنو غيعمل؟ كيراوغ كتدعم منه هاد الكره هادي. كتشوفوا غضب من استطاع الكره هذه. حكم يعني خطا لفائده منتخب السودان. عند منتخب السوداني عند لاعبي منتخب السودان حاولوا يقربوا اكثر هذه الكره.
غير كرة طويلة كيضربها بالراس كيحاول أنه يمشي الكرة ديالو كيمشي ليها حكم معلن على والو والحكم في الأثناء يعلن على خطأ لفائدة منتخب غينيا بيساو. إذن مرور 33 دقيقة دائما تقدم منتخب غينيا بيساو هدف لصفر. إذن بعد ما تمكنوا من تسجيل الهدف الأول لحظة صمت عند جمهور القليل الحاضر هنا بملعب سان جيرمان متابعينا الكرام جماهير غينيا بيساو. تمشي كرة عند الحارس دائما كرة كتلعب من قلب دفاع منتخب غينيا بيساو كيمرر كرة كترجع كرة مترابطة صغيرة بين لاعبي الدفاع شنو غيعمل بهاد الكرة كيحاول أنه يربح مدار قليلة يحاول أنه يمرر كرة للاعب الوسط اللي كيمررها طويلة عند لاعب المهاجم الأيمن كيرجعها المهاجم المدافع الأيسر كيرجع كرة الدفاع دفاع للوسط الوسط المهاجم الأيسر شنو غيعمل بهاد الكرة كيرجعها دائما يعني المدافع غينيا بيساو تمشي كرة عند لاعبي غينيا بيساو وكتضيع هاد المحاولة كتلعب كرة دائما لصالح منتخب غينيا بيساو بعد تسجيل هدف كرة يعني خطيرة 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 كيمرر هاد الكرة كيتمكن منها مدافع وكيخلي الكرة تخرج للتماس. ساكي دي باندا بارا سيليكسيون غينيا بيساو كتلعب كرة بسرعة شنو غيعمل بهاد الكرة كيمررها لمسجل الهدف كيتمكن من الكرة ديالو كيتمكن من الكرة ديالو يحاول انه يراوغ كيدخل معترك كيمرر ولكن تدخل الدفاع جماهير غينيا بيساو كتفاعل مع كل محاولة لمنتخبها اللي كان قريب لتسجيل الهدف الثاني. احتجاج على الحكم في هذا الاثناء متابعينا الكرام لاعبين ديال غينيا بيساو كيحتجوا على الحكم. اذا كتمشي الكره عند لاعبي غينيا بيساو او خطا يعني الحكم لفائده منتخب السودان. خطا منتخب السودان دائما لغزلتا 0 pour le Soudan et 1 pour le Guinea Bissau. شي كره في طار الدفاع شنو غيعمل واش غيتمكن من الكره كيتمكن منها كيمرر خارج المرمى 5 متر و50 لتعليق البطوله الوطنيه. كتلعب كرة متابعينا الكرام كرة طويلة كتضيع من منتخب غينيا بيساو كتمشي كرة عند مدافعين ديال منتخب السودان شنو غيعملوا بهاد الكرة كيمررها في ظهر المدافعين وكيتمكن منها الحارس. مينوتوس كوانتو فالتان 37 Et le résultat 1-0 pour lui, Guinea Bissau. Trente-sept minutes.
ممتاز محاولة. كبشي كرة متابعينا الكرام دائما لصالح منتخب غينيا بيساو. الحكم يعلن على ضربة خطأ في هذه الأثناء لصالح وسط ميدان غينيا بيساو. عميد منتخب غينيا بيساو شنو غيعمل بهاد الكره؟ كيحاول انه يمررها في ظهر مدافعين، كيتمكن منها المهاجم مسجل الهدف رقم 9 وكيتمكن من التماس، كيربح التماس في هاد الاثناء متابعينا الكرام. تماس لصالح منتخب غينيا بيساو. ساكي دي لا باندا مراوغ شميلة كيراوا كيمرر، شنو غيعمل؟ كيسدد، كتمشي كره تسديدة خارج المرمى، تسديدة رائعة ولكن خارج المرمى. شي كرة طويلة مقطوعة من المدافع، ترجع كرة منتخب غينيا بيساو. تمريرة خطيرة، شنو غيعمل؟ شنو غيعمل؟ كيحاول انه يمرر ولكن كيضيع هاد المحاولة، كان محاولة قريبة من تسجيل هدف ثاني ولكن كيضيع هاد المحاولة. كترجع كرة عند المدافعين ديال منتخب السودان، كيحاول انه يحصل على خطأ، وكيحصل على خطأ في هاد الأثناء. 41 دقيقة مرت على الشوط الأول، دائما تقدم منتخب غينيا بيساو على منتخب السودان في هاد المقابلة. شي كرة تمشي هجوم، هجوم مضاد وتدخل حارس منتخب غينيا بيساو. كترجع كرة للدفاع، دفاع لصالح هجوم لصالح منتخب السودان، مقطوعة منه لاعبين ديال منتخب غينيا بيساو، كيتمكنوا انهم يخرجوا الكرة بسلاسة. كترجع كرة للدفاع، دفاع الحارس كيحاول يعمل الضغط على حامل الكرة، حاليا تخرج كرة طويلة كيتمكن منها دفاع منتخب السوداني. رجع كرة الوسط منتخب السودان، شنو غيعمل بهاد الكرة؟ مترابطات صغيرة بين اللاعبين، كيمرر الكرة، كيحاول انه يخترق، كيخترق كيراوغ كيحاول يحصل على ضربة جزاء ولكن ما سقطش هاد اللاعب باش انه يحصل على ضربة جزاء. كترجع كرة دائما لمنتخب غينيا بيساو، كيتمكنوا اللاعبين ديال غينيا بيساو من اخراج الكرة، كيخرج الكرة. إذن لحظات قليلة كتصنع على نهاية هذا الشوط الأول متابعينا الكرام، وهاد المباراة اللي عرفت التأخر ديال 30 دقيقة بسبب الحكام ما عرفناوش أنهم علاش ما بداوش المقابلة في الوقت ديالها. شي كرة عند مدافعين ديال المنتخب غينيا بيساو، كيتمكنوا أنهم يخرجوا الكرة، تنتقل الكرة من الدفاع للهجوم في محاولة للهجوم.
وتابس لصالح منتخب السودان. كرة طويلة طار مدافعين والحارس كيتمكن من الكرة كيسدد هدف جول 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 خطأ من الحارس منتخب السوداني يتمكن من تسجيل هدف التعادل وفرحة الجماهير المتواجدة هنا في ملعب سان ياسر من المتابعين الكرام. منتخب السوداني يتمكن من تعديل الكفة وتعديل النتيجة في المحاولة اللي صراحة كان خروج خاطئ من حارس منتخب السودان منتخب غينيا بيساو ولاعب منتخب السوداني يتمكن من تسجيل هدف التعادل. التعادل هنا بملعب سان ياسر مير تعادل في الدقائق الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة لفائدة منتخب السوداني الشقيق هدف التعادل. متابعينا الكرام جول للمباطي مباطي استاد سان ياسر مير منتخب السوداني كما كتشوفوا متابعينا الكرام يعني كيتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقه الاخيره قبل اضافه وقت الاضافه 1-1 كيتمكن لاعبين ديال تيم ضاف التعادل هنا كرة خطيرة كترجع كرة للدفاع شغال بهاد الكرة كيستد وكرة للتمس إذن 1-1 هنا بمدينة تطوان وبملعب سان ياسر مير بعدما مراوغة جميلة وتدخل الدفاع ترجع كرة منتخب سوداني هجوم مضاد دائما في دار المدافعين كيتمكنوا منها لاعبين ديال منتخب غينيا بيساو ومتابعينا الكرام يعني الدقائق الأربعة غتعطينا الفرجة كما تعودنا. إذن متابعينا الكرام عطيو الخط لك الزميل بشير كيف شاك هدف التعادل اللي سجلوا المنتخب ديال السودان؟ بالنسبة للهدف ديال المنتخب السودان أعتقد بأنه جاء من خطأ من حارس المرمى اللي يعني كان الخروج ديالو خاطئ طبيعة الحال فهو هدف مباغت وإن كان يعني جاء في الأنفاس الأخيرة ربما المنتخب السوداني كان محظوظا باش أنه يسجل الهدف ديال التعادل ولكن كتقييم شامل يعني المنتخب ديال غينيا بيساو صراحة يقدم كرة جميلة اللاعبين ديالو يعني نشيطين وفي نفس الوقت فهما أسرع حتى الطريقة ديال الهدف الأول باش سجلوه فهو جاء متابعينا الكرام يعني بواحد ديال الطريقة اللي كيف كنقولوا حنايا يعني الكرة ملعوبة يعني ما كاينش شي خطأ يعني في الدفاع أو ما إلى ذلك يعني كما وقع في الهدف ديال المنتخب ديال السودان. على اي حال المباراه لازالت حبلى بالمفاجات، المفاجاه الاولى المقابله انها تاخرت بنصف ساعه، المفاجاه الثانيه هو الحضور ديال جماهير غينيا بيساو والطريقه ديال التشجيعات ديالهم اللي يمكن نوصفها بان الاجواء الافريقيه فهي بدت باكرا هنا بالمملكه المغربيه قبل كان المغرب 2025. كذلك متابعي قناه شوف متابعي قناه الشعب تاع الجماهير التطوانيه فهي حاضره في هذا السمر الرمضاني في هذه الليله الرمضانيه. رجعوا للمقابلة لحدود الآن سنلعب يعني ربما الدقائق اللي غادي يضيف حكم المقابلة للكرة عند غينيا بيساو الكرة تمر بجانب جوج ديال المهاجمين
الكرة نزلت عند وتخرج خارج الشرط. إذن كان هذا هو تقييم أو تعليق الزميل بشير ردهي على هدف التعادل ديال منتخب غينيا أو منتخب السودان. متابعينا الكرام، اللي كما قلنا يعني جاب خطأ للحارس وتمكن يعني مهاجم منتخب السودان من تسجيل النتيجة أو تعديل النتيجة، والنتيجة دائما تمشي. كرة خطيرة، هدف ثاني، golazo la segundo del Guinea Bissau. هدف ثاني متابعينا الكرام بعد خطأ في التمركز. فرحة جماهير غينيا بيساو المتواجدة هنا في ملعب سان يترمن متابعينا الكرام، وتغير في مؤشر النتيجة. دائما هدف ثاني لفائدة غينيا بيساو، خطأ في التمرير تمكن منه لاعبين ديال غينيا بيساو انهم يسجلوا هدف ثاني. إذن دقائق حارقة متابعينا الكرام، دقائق حارقة هذه المباراة، فهي مليئة بالمفاجآت كما قال الأخ البشير الذي بخطأ من الدفاع تمكنوا مهاجمين ديال غينيا بيساو من تسجيل هدف ثاني قبل انتهاء هذا الشوط الاول. شوط اول رائع اداء ونتيجه وحضورا جماهيريا المتابعين الكرام. اجواء افريقيه هنا بملعب سان يترمل كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. اذا كتمشي كره دائما عند المنتخب السوداني، واش هذا كيتمكنوا منها مدافعين غينيا بيساو؟ فهاد الاثناء الحكم يعلن عن نهايه الشوط الاول. لا تيرمينا لي لا بريميرا بارتي دي استا بارديدو غينيا بيساو ماركا دوس جولس اي اونو بارا ايكيبو دي السودان. سؤال إذن يلا تحدث يا الزميل بشير، قلت أن هذه المباراة مليئة بمفاجآت. جات مفاجأة قبل دقيقة من نهاية المقابلة، منتخب غينيا بيساو كيسجل هدف ثاني عوض بسبب خطأ في الدفاع ديال منتخب السودان. شنو الرأي ديالك؟ هو بالنسبة يعني الهدف الثاني اللي جا ديال منتخب غينيا بيساو فهو جا يعني بالضغط ديال اللاعبين ديال غينيا بيساو على لاعبي منتخب السودان، وبالتالي فكان من المتوقع ان المدافعين ديال منتخب السودان انهم يديروا الخطا، وبالتالي جاء الهدف الثاني يعني بالدقائق الاخيره من عمر هذا المقابله. كيف قلنا هذه المقابله الشيء الجميل فيها هو هذا الحضور الجماهيري ديال غينيا بيساو، يعني شوفوا الطريقه كيف كيشجعوا الفريق ديالهم، يعني الاجواء الافريقيه فهي حاضره وبقوه هنا بملعب سانية أرمل. وكذلك اكيد بان هذه المقابله غادي يستفدوا منها المنتخبين، خصوصا وانها كتلعب يعني فوق ارضيه اللي هي جميله، ارضيه ملعب سانية أرمل. الجماهير فهم حاضرين وان كانت يعني الجماهير قليله، ولكن هذه الجماهير اللي هي قليله فهي خلق اجواء اللي هي جميله جدا هنا بملعب سانية أرمل. متابعينا الكرام،
Ah!
الشقيق ومنتخب غينيا بيساو لحدود الان يعني الماتش في الجوله ديالو الاولى فهو انتهى بتفوق غينيا بيساو بهدفين لواحد. المقابله اكيد الان سوف تلعب تحت زخات مطريه خفيفه وبالتالي فالكره غادي تكون سريعه فهي غادي تشكل خطر وكذلك مشكل بالنسبة لحراس المرمى. لحظات يعلن حكم مباراة السودان وغينيا بيساو على بداية الشوط الثاني. كرة عند حارس السودان، كرة طويلة اتجاه اللاعب رقم وتخرج إلى الشوط. الشوط بفائدة منتخب غينيا بيساو. مرة أخرى الكرة تخرج لأصفر. تعود مجددا للاعب المنتخب غينيا بيساو يبحث عن الركنية. تخرج شرط للمنتخب السوداني. مرمى منتخب غينيا بيساو. كذلك كنا متابعين الكرام يعني الكرة أصبحت تشكل عائق وهذا ما كان متوقع. يعني صراحة الكرة
الان مع الامطار اللي صبت قبل قليل فالكره غادي تصبح سريعه جدا. خطا لمنتخب السودان. تمكن حارس المنتخب الرياضي صعود صد هذه الكره خطا في الملعب وقد الان صعب عليه من الطريقين. إذن متابعينا الكرام رجعنا معكم في هذا الشوط الثاني متابعينا الكرام يعني خلال أطوار متابعة ديالنا هذه الجولة الثانية. دائما تعثر منتخب غينيا بصد هدفين مقابل هدف واحد انتظار يعني رد الفعل من المنتخب. حاولة خطيرة شراعة الكرة سديدة تدخل الحارس مازالت كرة كيحاول مشتات خارج المرمى تدخل رائع من حارس المنتخب السوداني متابعينا الكرام ليقدم كانت محاولة خطيرة. دائما أخطاء دفاعية في هذه المقابلة متابعينا الكرام كانت تعطي الهدف الثاني لصالح المنتخب. المنتخب السوداني كان أمامه يسجل الهدف الثاني ولكن محاولة كابتاع حارس ديال غينيا بيساو في التزاق نهار الدور. دائما الجماهير ديال نادي صاد حلقة فرجة هنا في مدرجات ملعب صنيعة الرمل متابعينا الكرام دائما تساند المنتخب ديال غينيا ان شاء الله يحقق المقابلة. فنتمنى يكون هناك يعني ردة فعل كما شفنا هذه المحاولة الأخيرة اللي باعت المنتخب السوداني لماذا تسجيل هذا الثاني والثالث. نتمنى الفوز للأخوة دائما وحنا يعني كمتفرجين وك
إعلاميين هنا في ملعب سيتي حصلنا الفوز 10 أهداف وشاد مقابل عليكم في الطابع جميل جدا يعني متساقطة الأمطار خافي بذلك تهاطف الأسعى على مدينة سكون. أتمنى يكون يعني هناك واحد الأهداف واحد الفرجة متابعينكم. هادشي كرة دائما عند لاعب المنتخب غينيا بيساو حد الساعة هادشي كرة طويلة ونشوف كيفاش يعملوا الكرة. عيراوخ عيراوخ عادي غاوخ عادي راوخ كيراوخ كيراوخ كيدخل نلعب كيمرر سيكا وكتكيعة كرة كتكيعة كرة بغرابة كتمريرة رائعة كتمشي محاولة دائما المنتخب السوداني كتقطع من الكرة كتحاول لهجوم كيراوخ لاعب رقم 10 يعني مراوغ جمال هذه كتكع من الكرة كيتصاب لاعب رقم 9 ويسجل الهدف من تمريكا. الكرة عند لاعبي المنتخب غينيا بيساو كما كتسمع معنا في هذه التغطية المباشرة. تسلل يعني العلي الحكم اللقاء متابعينا الحكم رفع الراية ديالو المقابلة ويعلن على تسلل الحكم هدف ملغي ولكن كان افتكاك الكرة رائع والحكم يعلن على تسلل أورجو با مارك سبيس أورجو كرة خطيرة من صاحب المنتخب السوداني غادي راهو كيمرر الكرة سيدا خارج المرمى متابعينا الكرام متابعي قناة شكرا. كرة عند لاعبي المنتخب غينيا بيساو كيمرر كرة رأسية كتكيعة كرة غريبة الكرة اللي كتكيع متابعينا الكرام هنا كما كتشوف معنا الشوط الثاني متحرك الشوط الثاني فيه الفرص ضائعة الشوط الثاني فيه الفرجة محاولات خطيرة كتعني من هناك متابعينا الكرام نتمنى أن الفرجة تستمر نتمنى أن الشوط الثاني يعطينا أهداف كان هدف ايش
الحكم يوقف المقابله بروس 50 دقيقه هذا الاثناء. السوداني لقي المدرب من جوج ما جراوش التغييرات. شي كرة رائعة لعب من جوج هكا يعلن على تماس لصالح منتخب السوداني. تسلل اللاعب تسرع كان معاه يعني المهاجم الثاني كان يمرر الكره وكان يمكن انه يسجل هدف ثالث ولكن الكره كتاع لمنتخب غينيا بيساو. تمشي محاوله اختار المدافعين دائما يعني المنتخب السوداني كيحاول انه يجبر الحلول في الكره الطويله في دار المدافعين هي اللي تختار انه يخلق بها فرصه في احياء الفريق ولكن هذيك الساعه ما عطاش الاف ديالها. دائما تقدم المنتخب غينيا بيساو هدف مقابل هدف واحد. تمشي كره كتترك مساحه كتترك مساحه اللاعبين ديال غينيا بيساو كتترك مساحه. تمشي كره عند هذا اللاعب خاطر شي لاعب يحاول انه يسدد ويرتفع من الكره كتمشي كره ديال هاد اللاعب راه سمعها في المعركه لا يجب رفع حتى شي لاعب شي عامل وحتى انا مرة كتعمل من الكره كتمشي كره لصالح المنتخب السوداني كترجع كره الوسط مازال صراع كره في الوسط حكم عين الخطا لصالح المنتخب السوداني. دائما كيبحثوا على فرص ظهر اللاعبين كما كتشوفوا معنا يعني كره في الوسط ولكن اللاعبين كيبحثوا على انهم يلعبوا كره ظهر الدفاع. تمشي كره خطيره كترجع من دفاع المنتخب غينيا بيساو. تمشي كره مرايره جميله سرعه عمليه كيمرها اللاعب المنتخب السوداني بيكون معترك كيسكت ولكن كره كتمشي للزاويه كورنر كره السوداني. الزاوية لصالح منتخب السودان في الأثناء.
كرة كرة خطيرة كتحاول الهجوم مضاد، الهجوم مضاد لصالح المنتخب غينيا بيساو كيمشي يتمشى بالكرة ديالو، كيمشي بالكرة ديالو ويتجاوز خلاص الكرة هادي تعمل متمنى الكرة هجوم مضاد لعب الكرة مع المنتخب غينيا بيساو متمكن من الكرة ديالو شايعمل هاد الكرة كيمرر هاد خاطر لا كيراوا كيمرر الكرة عند سداد سيدة رائعة رائعة وكتصل الكرة العريضة باش تحل الكرة وهجوم مضاد متابعينا الكرام في هاد الأثناء وهجوم مضاد صالح المنتخب سداد باش يلعب الحلقة وكتصل الكرة للزاوية سيدة رائعة متابعينا الكرام تستفز بالعريضة مقابلة مستمرة متابعينا الكرام لا زال المنتخب غينيا بيساو يبحث عن الهدف الثالث بينما يحاول المنتخب السوداني تعديل الكفة محاولات متواصلة من كلا الفريقين المقابلة متابعينا الكرام يعني كما كان متوقع فقد تمتع الجمهور الحاضر هنا في ملعب سرية أرمل بأداء أيام كرة الجنة ترد للسودان وتدخل دفاع كما علينا على شيء طلبوا لاعبين ديال غينيا بيساو انهم حصلوا على ضربه خطا لكن الحكم علينا الاول دائما مرور 64 دقيقه تقدم غينيا بيساو هدف مقابل هدف واحد هذه الكره ديال كيبريوا لاعب ديال المنتخب السوداني كيمشي الكره عند الحارس شاعمل الكره كيخرجها بالدفاع خرجها كيف ممكن انه يراوغ كتمشي الكره تحاول من الوسط للهجوم كما كتشوفوا شنو يعمل بها حول الكرة هذه كيمرها دار المدافعين تدخل مدافع السودان رجع كرة وسط ميدان المنتخب السوداني كرة طويلة لاعب رقم 31 حدود ساعة المدربين ما جراش التغيير بين الفريقين بجوج والمنتخبين بجوج شي كرة مقطوعة يعني هجوم مضاد شغال عند الكرة هذه متابعينا الكرام تتقدم اللاعب ديال المنتخب غينيا بيساو يحصل على ضربة خطا ضربة خطا لصالح منتخب غينيا بيساو سيادة ضربة خطا جوج على كل شيء تغيير الليلة زخات مطارية خفيفة كتقطع على مدينة اللهم غير تنمية فيها تغطية الكرة غير لعبة مقوسة غير لعبة مباشرة للمرمى
منتخب السودان قريب منتخب غينيا بيساو تسجيل هدف في التاريخ. المنتخب السوداني في كرة خطيرة المنتخب السوداني ولكن دخل الحارس في كل مرة على خدمة الله من كرة المنتخب السوداني. في الأثناء منتخب غينيا بيساو غادي يقوم بخمسة ديال التغييرات كما قلنا تغييرات بين الجو المغربي وروح 90 دقيقة حتى قرر المدرب المنتخب. كنرجع معكم متابعينا الكرام عطور هذا اللقاء وتزاحت المطريه اللي كتهطل في الاثناء على مدينه طنجة. اللهم غيث النافع متابعينا الكرام وتزاحت مطريه خفيفه كتعرفها يعني مدينه طنجة في الاثناء يعني بعد ما اجرى مدرب منتخب غينيا بيساو التغييرات كوانتو والكانتو فمنتخب السودان هذا الان الدور يعني بيجري تغييرات كما كتشاهدوا معنا على النتيجه توقيت يعني عن نتيجة التوقيت المتنمية.
نتواصل معكم متابعينا الكرام بعد ما يعني المدربين جوج ذخيرات هذا الشوط الثاني نتواصل معكم يعني طوال هذه المقابله دائما فقدتم يعني بسبب اهداف مقابله في الشوط يعني محسوب المنتخب السودان على تسجيل هدف التعادل او لا تسجيل المنتخب هي انصار الهدف الثالث نتابعوا معكم اطوار هذه المقابله شكرا لطينا ترجع كرة عند لاعبين دنيا ريسو الكرة مراها جميلة في الوسط كتحاول كرة يعني دائما يعني كيحاول انه يخترع الكرة كتخرج للتماس متابعينا الكرام تماس لبعيدة منتخب السودان كتلعب الكرة بسرعة ترجع الكرة للدفاع الكرة طويلة والحكم يعني هنا خطأ إصابة أحد اللاعبين كرة عند لاعبي غينيا بيساو دائما يعني راه خمسة ديال التغييرات فلاعبين ديال غينيا بيساو كيعتمدوا على نفس اللاعب دائما الظهر ديال الأرجنتين شي كرة تمس لصالح غينيا بيساو Thank you.
واش نعطيها ضربه خطا دقيقة 80 دائما صفر لمثل بعد الشوط الثاني Thank you.
Voilà, mon bon mélange.
متابعينا الكرام 90 دقيقة مرت ويزال الحكم يعني معليش على الوقت بدا بالقطع هذا الأثر. متابعينا الكرام يعني لحظات قليلة حاصلون على نهاية المقابلة دائما على نجمة معنا المنتخب عمي بصوت الحكم ضبط 3 دقائق على الحكم Thank you.
الكرة بهذا المنتخب السوداني. ضغط روح رياضية سوداني كرم كاس لاعب المنتخب السوداني على وسط الأرض التي ما سقطتش الكرة عند اللاعبين ديال السودان كي حاولنا وقت دخل الدفاع كيخرج الكرة يكون هدوء سوداني كرم كاس يحاول دائما يعني الدفاع كيخرج الكرة على الخط Let's go!
مازال في هذه الاثناء. ها ديالو هاد العرض اللاعبين ديال زمان ديال غينيا باش يكتبوا الاقنيصة واللاعبين ديال المنتخب الغيني. ألف مبروك المنتخب الغيني بيسا وحد أفضل المنتخب الغيني. متابعينا الكرام نشكركم تابعت معنا أطوار هذا اللقاء في هذا البث المباشر اللي صار معكم يعني جوج ديال الساعات واللي سمو البث المباشر. دمتم في رعاية الله حفظه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في المباشر إن شاء الله. فرحة يعني جمعة عين بيسا.